السلام عليكم. الآن احنا بشهر الرابع ربيع، والجو ما شاء الله بدأ الحياة ترجع من جديد، لأن بالشتاء الحياة شبه تنعدم وموت يصير بالحديقة بأوروبا. وبالشتاء أنا استغلها فرصة أخلي الأكل بالحديقة وطيور الطبيعة تجي للحديقة، لأن بالغابة يخلص الأكل والفواكه، والناس بالحدائق يحطون أكل يجذبون الطيور. وبنفس الوقت أخلي هاي العشوش مثل هذا العش، وهذا حاليا الزرزور معشش هني، وهذا القرقف اللي هو البلبل الأوروبي مبيض هذا، وأيضا الطيور الصغيرة، لأن إذا بالشتاء صار أكل موجود يأكلون ويحسون بالأمان، وبالصيف يعششون، فبالصيف يصير الجو كلش كلش جميل، ترجع الحياة وطيور الطبيعة. بنفس الوقت هذا القفص اللي مسوينه وهو يجذب الطيور، إذا غردوا الكناري يتواجدون، فإن شاء الله بالصيف راح يفرخون، نحصل فروخ بالحديقة، بس ما نصيدهم، يعني نخليهم يعيشون بالطبيعة. هذا طائر القرقف العام ربيته، تعال. الجو كلش طبيعي حلو، يجي طائر القرقف والزرزور والشحرور يتجمعون بالحديقة. هذا حسن وعنده طائر القرقف يحاول ياخذ الأكل. طيب هذا إذا أخذ الأكل بعد ما أشوفه ينحاش، هالشي كلش جميل حلو. نروح على المرجاحة نحاش شنطيه ياخذ، وهاي شجرة العنب لحد الآن ما مرقة. احتمال مبيضين مو أكيد، وجاي يحضرون. ناخذ نظرة سريعة، يحضرون للعش بعدهم.